السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي في قناة كوبلاتي شهيوات، معكم لطيفة الرحماني. اليوم سأقدم لكم زبدة البندق بوردونوازيت التي سنحضر بها عدة أشياء مع بعض، تعطي نكهة خاصة صراحة. نتمنى تجربوها وتنال إعجابكم. نمر إلى المقادير. بسم الله على بركة الله. هنا غادي نحتاجو فقط مكون واحد اللي هو الزبدة، وغادي ندوزو باش نصاوبو زبدة البندق اللي كتعطي نكهة خاصة للحلويات المعسلة بحال البقلاوة، رغيفات معسلين، محشوين باللوز اللي غادي نحضر معكم ان شاء الله. المهم تقدري ديري بها بزاف ديال الحوايج اللي ان شاء الله غادي نجربوهم مع بعضياتنا. ودابا غادي ندوزو نوريكم كيفاش نرجعو الزبدة ديالنا الى زبدة البندق. بعد ما قطعت الزبدة ديالي وضعتها في واحد الكاسرونة اللي غادي نخليها على نار مهيلة تدوب على خاطرها، وغادي نوريكم كيفاش غادي نحيدو منها الماء ديالها وتعطي واحد اللون، يعني ما غاديش يبقى اللون ديالها اصفر، يميل الى قهوي. المهم غادي تشوفوا كل شيء ان شاء الله. بس هكذا غادي نستمروا، خليوها تذوب. انتما كيف كتلاحظوا بدات الكشكوشه، نبقاو نحركوها بحال هذا الشكل، هذا غادي تبقى تغلي ودير الفقيعات، خص ما يبقاوش هذوك الفقيعات يبانو. باش هكذا غادي نحصلوا على زبدة البندق، رائحة جد شهية وطيبة. ودابا كيف كتلاحظوا هذوك الفقيعات خاصهم يختفيو تماما. هنا كيف كتلاحظوا بداو يتكونوا عندنا هذوك الحبيبات. ودابا غادي نتوقفوا، ها هي عندنا واجدة ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي لزبدة البندق ديالنا اللي حضرنا، بوغ دو نوازيت اللي ان شاء الله غادي نحضروا بها مع بعضنا الفينونسي، واللي حضرنا بها رغايف محشوة بالكاوكاو، ورقة الفيليو، وان شاء الله غادي نحضروا بها عدة اشياء. اتمنى ان تنال الوصفة اعجابكم وان تجربوها. لا تنسوا تتبع القناة والاشتراك بتفعيل الجرس. أنا أنتظر تعليقاتكم وانتقاداتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.